كان في ملاحف، كان الخدم هنا يسكنوا خدم. ما شاء الله. خدم سالم بن عبد الله. نعم. و يعني شنو ضيافه. جزء من السور القديم، سور المنسفة، يحيطبها بكل الاتجاهات، وهذيك دروازة مدخل. نعم. فيها 9 دراويز تقريبا، 9 مداخل 9 دراويز، وكانت كلها محاطة وفيها حراس، ما حد يدخل إلا بإذن يعني. لما تسوي حروب وكذا تغلق كامل. وكان يسكنها البراونة والمعمر. هذا مسجد قديم، مثل مسجد سعيد بن علي البرواني. كنت في التسعينات صورت هذا النقش، شوف ما باقي منه شيء. وكان طابقين هذا، شوف كيف تو الان باقي منه. وهذا بيت الدروازه مال حسين بن محمد بن سلام، كان البرواني تو اشتريوه يعني تو واحد تسعيدي، لكن رممه. شوف كيف ترميم حلو جاي. هذا بيت ام اجداده وليد قميس بن بشير وسعيد بن قميس بن بشير، كانوا ولاه في عصر العاربه. شوف هذاك هذاك مال المسبح، يعني شوف كيف الحركات من عصر العاربة كانوا متطورين يعني يسيروا يسبحوا يعني في مسابح. نعم. الآبار، هذه الآبار كان مجصصة إلى الطابق الثاني. يعني يؤخذ الماء من الطابق الثاني. نعم. وكان هذه مناطق السباحة، شوف. نعم. يعني كان يسبح يعني يستحموا فيها وكذا. هذا بيت سعيد بن عامر بن محمد بن سلام البرواني. هذا بعدين تبرع اهله وحطوه كمستشفى. نعم. مستشفى اقدم مستشفى في الشرقيه. ايوه اقدم مستشفى في الشرقيه كان.